جزء كبير جدا ومهم جدا من شخصيتك هو التزامك، التزامك بكلمتك، التزامك بوعودك، التزامك بمواعيدك، ودي حاجة مهمة جدا. يكون عندك ميعاد لازم تلتزم بهذا الميعاد، لازم تروح في الميعاد بتاعك ايا كان انت رايح تعمل ايه، رايح خارج، هتتفسح، هتروح عند حد في البيت، عندك شغل، ده اسمه ميعاد. ولازم تكون انسان عشان تلتزم بميعادك لازم تكون مجهز نفسك من بدري. عندنا مشكلة كبيرة جدا في الناس وهي بتجهز، يعني غالبية الناس وهي بتجهز عشان تنزل بتاخد وقت كبير جدا. فسؤالنا بيقول بتاخد وقت قد ايه عشان تجهز لو انت خارج وعايزين مواقف، لان في ناس الموضوع بيطول معاها قوي، من بيطول ساعات، ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات لمجرد ان هو يلبس قميص وبنطلون وينزل. بس هو عارف نفسه. ماشي، مش جاي يتعرف على نفسه بأول مرة في الميعاد ده. هو مدام ساعات، ربع ساعة، خمس دقايق، دقيقة، المهم انه يظبط ميعاده. لا ما هو كده مش هيظبط ميعاده. ما هو الفكره ان هو ما بيبقاش مجهز نفسه من بدري. هو عنده ميعاد وليكن الساعه 2. فتلاقيه مثلا جه الساعه 2 الا ربع قايم يبدا يجهز. وهو بياخد ساعتين اصلا عشان يجهز. اوكي. فبقول لك في ناس كده عندها مشكله. اوكي، انت مشكلتك ايه؟ عندك مشكله مع المواعيد ولا لا؟ لا، حسب الميعاد. حسب اهميه الميعاد. لا، حسب الميعاد مش اهميته، حسب الميعاد. يعني مواعيد الخروجات انا بتاخر فيها عادي جدا. انا يعني بس في ناس مستنيينك برضو يعني. لا دي خروجه، ما حدش مستني حد، مش بنمضي يعني حضروا انصراف. لا انا فاهم، بس هم راحوا بدري بقى وقعدوا واتجمعوا. طيب، مش انبسطوا؟ المهم ان هم انبسطوا. اه خلاص، يعني انا في خروجه لا ببقى براحتي خالص، خالص جدا قوي. طيب كويس خالص. لكن لو في الشغل لا، ببقى في ميعادي موجوده، ويمكن قبل الميعاد علشان ده شغل، مفيهاش هزار يعني، لازم نلتزم بمواعيدنا. لو افراح انا بحب اروح الفرح متاخر، ملهاش اي علاقه خالص باهميه الناس اللي بتروح بدري واهميه الناس اللي بتروح متاخر وكده. بس انا عامه بزهق قوي في الافراح مثلا. بس انا عارف ان هو جزء يعني ده بيبقى حاجه في الشخصيه، الالتزام بالميعاد، سواء بقى خروجه، سواء شغل، سواء فرح، ايا كانت المناسبه. ده جزء من شخصيه اي حد فينا. انا ملتزم بمواعيدي، فهتلاقيني في كل صغيره كبيره في ميعادي اون تايم موجود. لا مش لازم، مش لازم خالص. ميعاد انترفيو، ميعاد مدارس، ميعاد تمارين، ميعاد شغل، لا ببقى موجوده في ميعادي. مواعيد بقى الثانيه انا خارجه اتفسح، فانا ابسط حاجه هعملها ان انا لا التزم، حتى عشان ابقى غيرت الالتزام واللود اللي عليك بتاع انك لازم تكون موجود في ميعادك بالظبط. ده اول حاجه علشان اكسرها في الخروج، انا خارجه اغير الروتين. مش عاجبك الكلام؟ لا مش متفق طبعا. انا يعني بالنسبه لي الميعاد هو ميعاد، ايا كان رايح اعمل ايه، خارج مع اصحابي، رايح فرح، عندي شغل، عندي مناسبه، عندي اي حاجه، الميعاد عندي هو ميعاد. اما بالنسبه مثلا لو عندي ميعاد بيبقى بالفريم زي ما بنقول مثلا على راس الساعه زي الشغل وكده، فده طبعا بجهز له من بدري، او بجهز له من قبلها بليله مثلا. يعني اللبس بتاعي بيكون جاهز من قبلها بيوم. وبالنسبه لنا احنا كاولاد يمكن الموضوع بيكون سهل شويه في اللبس، يعني هو قميص وبنطلون وجزمه بتلبسهم في دقيقه. دقيقة مش مجازا، هي فعلا 60 ثانية ممكن البس القميص والبنطلون والجزمة وانزل. ايوه، بس علشان تبقى جاهز في الدقيقة دي تعمل ايه قبلها؟ تبقى حالق دقنك ولا مش حالق دقنك؟ سايبها ولا مش سايبها؟ ده جزء من داخل واخد دوش ولا مش واخد دوش؟ مخلص كل الكلام ده قبلها؟ مجهز كل الحاجات، التفاصيل ده، مخلص تفاصيل يومك، مصلي، مجهز كل التفاصيل اللي بتحصل قبل النزول دي. دي ما تتحسب مع دقيقة. كل ده قبلها بليلة؟ هو بيبقى فاضل لي، لو هنتكلم بقى على الشغل مثلا، فانا بيكفيني بالظبط 10 دقائق من اول ما اصحى، من اول ما المنبه يرن لحد ما انزل الشارع باخد 10 دقائق بالظبط. 10 دقائق في اني ادخل الحمام، اتوضى، اصلي، البس، كل ده بيتلم، وانزل كل على السلم، كل ده بيتلم في 10 دقائق. دول في اسناني بس اصلا طبعا، يعني خلص غسيل الاسنان. في ناس عندها مشكله يقول لك انا على السلم، هو لسه نايم. احنا عارفين طبعا الموضوع ده ناس كتيره كده، بس خلاص بنبقى حفظناهم يعني. طب ايه اللي يثبت لي بقى انت على السلم؟ طب ايه اللي يثبت لي انت في الشارع؟ يقول لك انا موجود. انت مش سامع صوت الكلاكسات؟ كلاكسات مين يا عم؟ ده الدنيا. لا هقول لك على حاجه، احنا زي ما قلنا حسب الميعاد وحسب الفصل. يعني درجه استعدادي في الوقت في الصيف غير في الشتاء. طبعا هو الشتاء كسل وجو برد، بس برضه الشتاء منجز اكتر. لكن في الصيف انت بتصحى الصبح تاخد دش، قبل ما تنزل مشوارك بتاخد دش، قبل ما بترجع تاخد، فانت يعني بيبقى عندك تفاصيل كتير جدا. لكن في الشتاء مره في اليوم ملتزم، مره في الاسبوع. دخلتينا في قصص ثانيه. لا والله يعني طيب. حسب درجه حراره الجو بتاخد وقتك. طيب على كل ده سؤالنا الموجود، بتاخد وقت قد ايه عشان تجهزوا لو انتوا خارجين؟ احكوا لنا طبعا مواقف، في انتظار تعليقاتكم، هنستعرضها خلال حلقتنا النهارده.
بنصبح على حضراتكم مرة تانية. أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.